وللحديث أكثر حول تجربة انعقاد جلسات مجلس الشورى باستخدام تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات في مجلس الشورى. بعد التحية سعادة الدكتورة، إذن 5 جلسات لمجلس الشورى عقدت عن بعد عبر نظام الاتصال المرئي، وشهدت عددا من المناقشات والمداخلات والتصويت على قرارات تشريعية هامة تماما كما يجري في الجلسات العادية. ما هو تقييمكم سعادة الدكتورة لهذه التجربة مع انتهاء دور الانعقاد؟ يا هلا ومرحبا أخي الكريم. طبعا لله الحمد، هذه الأزمة، أزمة كورونا، لم تعطل انعقاد جلسات السلطة التشريعية، ومجلس الشورى استطاع أن يستكمل أداء واجبه المهني والبرلماني بإقرار أهم التشريعات الملحة. لما نتحدث دائما إحنا كبحرينيين بافتخار عن ريادة البحرين، فيعني هذه الوصف مرتبط حتى في أقسى الظروف. البحرين دائما سباقة، والبحرين في هذه الأزمة تعتبر من أوائل الدول بالعالم اللي عقد برلمانها جلسات عن بعد، ونعتبر ثاني دولة خليجية بعد السعودية في ذلك. اللي أحب أن أنوه له هو دور كوادرنا البحرينية، واللي تعتبر مفتاح نجاح عملنا. طبعا كثير من العناصر الوطنية بمجال تقنية المعلومات هي السر وراء تأمين الانعقاد الناجح لأول شيء اجتماعات اللجان عن بعد، ومن ثم عقد الجلسات العامة عن بعد. وطبعا قرار معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح بعقد الجلسات عن بعد جاء في ضوء معطيات فنية وتقنية بإمكانية القيام بذلك، وبالفعل تحولت الفكرة إلى واقع. ومثل ما الجميع تابع طبعا، يعني شفنا الجلسات الحمد لله كانت ناجحة بكل المقاييس، لأن تم عقدها وفق الآليات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، والحمد لله حظت على إشادة وتجاوب من جميع أعضاء المجلس والمسؤولين في الحكومة. نقطة أخرى أحب أن أشير لها، وهي أن التواصل مع الرأي العام لم يتأثر بسبب عقد الجلسات عن بعد. الجلسات استمر بثها على الهواء مباشرة عبر قناة المجلس على اليوتيوب، وأيضا ساهمت وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة، وكذلك المنصات الإلكترونية في نقل نبض العمل التشريعي. طبعا حصيلة الجلسات الخمس مثل ما ذكرتوا وأشرتوا في التقرير كانت 11 قانون، من بينها تشريعات مهمة، تشريعات نالت صدى واسع من النقاش لدى المواطنين، منها قانون التطوع لخدمة الأمن العام، وتعديل قانون إيجار العقارات اللي ألغى لجنة المنازعات الإيجارية، تعديل قانون تملك الخليجيين للعقارات واللي وضع ضوابط لتملك العقارات في البحرين، بالإضافة لإقرار اقتراح بقانون لحماية المستهلك بما يشدد جريمة حبس السلع وإخفائها ورفع أسعارها بشكل مبالغ. نعم. طبعا نأمل يعني بإذن الله سبحانه أن في الدور القادم تكون الأزمة قد انتهت، وإن شاء الله ترجع الحياة إلى طبيعتها ويرجع عقد جلسات المجلس بالشكل الطبيعي. نعم سعادة الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات في مجلس الشورى، جهود مقدرة ومشكورة في المحافظة على ديمومة عمل المجلس في ظل الظروف التي تعيشها مملكة البحرين والعالم أجمع. كنت معنا سعادة الدكتورة ضيفة كريمة في اتصال هاتفي مع مركز الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.